جرثومة المعدة. جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتصيب المعدة، ويمكن أن تتسبب في تلف في نسيج المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، حيث تسبب إحمراراً وألماً والتهاب، ومن الممكن في بعض الحالات أن هي تسبب تقرحات مؤلمة تسمى بالقرحة الهضمية في الجهاز الهضمي العلوي، وهي بكتيريا حلزونية الشكل يصاب بها العديد من الأشخاص، وقد تظهر بعض الأعراض في بداية الإصابة أو لا تظهر عليهم أي أعراض حتى تتسبب في القرحة. تهاجم البكتيريا الحلزونية البطانة اللي بتحمي معدتك وتصنع إنزيما يسمى اليوريز. هذا الإنزيم بيجعل أحماض معدتك أقل حامضية، وده بيضعف بطانة المعدة، ففي هذه الحالة تكون معدتك أكثر عرضة للإصابة بالأذى بسبب حمض البيبسين وسوائل الهضم المختلفة في المعدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تقرحات في المعدة أو تقرحات في الاثنى عشر. تلتصق البكتيريا بخلايا المعدة ولا تستطيع معدتك حماية نفسها بشكل جيد، وتصبح المنطقة ملتهبة التي التصقت بها جرثومة المعدة. ما الذي يسبب عدوى جرثومة المعدة؟ لا يعرف خبراء الصحة على وجه اليقين كيف يحدث انتشار جرثومة المعدة، ولكن يعتقد الكثير تناول الطعام الذي تم تلوثه بجرثومة المعدة، أو طعام لم ينظف أو تم طهيه بطريقة غير آمنة من أسباب الإصابة، أو شرب الماء المصاب بالبكتيريا أحد أسباب الإصابة.